سبت شغلك وشايل الهم ومش عارف هتصرف منين؟ استنى، انت خلاص مش هتشيل الهم تاني، وده لانه هيتصرف لك مرتب وانت في بيتك، وهتكون زيك زي اي موظف لحد ما تلاقي شغل من تاني. وده لان الحكومة اعلنت عن صرف اعانة بطالة لاي موظف ساب شغله، لكن ده هيحصل لو نفذت الشرط ده ورحت تسجل اسمك في المكان ده، وده علشان تاخد الفلوس كل شهر. لكن يا ترى تاخد الاعانة دي ازاي، وايه هي شروطها، وامتى هتتمنع عنك؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. انا ايه الوليلي، كمل معايا الفيديو لآخر عشان تعرف كل التفاصيل. قانون التأمينات الاجتماعية كل يوم بنكتشف فيه تسهيلات ومميزات كتير من المواطنين ما يعرفوش، لدرجة انه منح اعانة بطالة لأي حد قاعد من شغله لظروف خارجة عن ارادته. ايوه، يعني هتكون قاعد في بيتك وهيتصرف لك مرتب زيك زي اي حد بيشتغل، ولكن ايه التفاصيل؟ حسب المصري اليوم، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قالت خلال موقعها الالكتروني ان المؤمن عليهم من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص بيستحقوا تعويض بطالة بداية من اليوم الثامن من تاريخ انتهاء خدمتهم او عقد العمل حسب الاحوال. قالت ان صرف التعويض هيستمر لحد ما الموظف المؤمن عليه يلاقي شغل او لمدة 12 اسبوع، لكنها ممكن تزيد لحد 28 اسبوع لو الموظف المؤمن عليه اتعطل للمرة الأولى، وكانت مدة الاشتراك في التأمين عدت الـ 36 شهر. وبالنسبة بقى لنسبة تعويض البطالة، فالهيئة قالت إن تعويض البطالة للشخص المؤمن عليه خلال مدة التعطل بتكون 75% للأربع أسابيع الأولى، 65% للأربع أسابيع الثانية، 55% للأربع أسابيع الثالثة، و 45% لباقي الأسابيع من اشتراكك التأميني. لكن كل ده طبعا بشروط، أولها إن الموظف المؤمن عليه ما يكونش استقال من الخدمة، لأنه كده هيكون ضمن حالات انقطاع عن العمل. من ضمن الشروط ان خدمتك ما تكونش انتهت نتيجة لحكم نهائي من جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة، او لانتحال شخصية غير صحيحة، او تقديم شهادات او اي اوراق مزورة. لازم تكون مشترك في التأمينات لمدة سنة على الاقل، ومنهم 6 شهور متصلين، ويكون اسمك متقيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وتروح مكتب القوى العاملة المتسجل فيه اسمك في المواعيد اللي بيحددها لك. تعويض البطالة بيكون بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير، وده لو انتهت خدمتك لأي سبب. لكن يا ترى ايه الحالات اللي ممكن بسببها تتفصل عن شغلك وتتحرم من إعانة البطالة؟ قانون الخدمة المدنية كان وضح بالتفصيل حالات انتهاء خدمتك، أولها إنك تكون وصلت لسن 60، لكن لو انت شغال في أي وظيفة من الوظائف القيادية فأنت ممكن يتمدد لك 3 سنين، أو إنك تكون قدمت استقالتك أو اتحلت على المعاش أو اتفصلت من الخدمة لأي سبب، أو فقدت الجنسية، أو إنك انقطعت عن العمل من غير إذن 15 يوم متتاليين من غير عذر مقبول، أو انقطعت عن العمل من غير إذن 30 يوم متصلين خلال السنة، أو إنك ما تكونش لائق للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، أو تكون اشتغلت في جهة أجنبية من غير ترخيص من الحكومة، ساعتها برضو هتتفصل من شغلك. من ضمن حالات الفصل إنه يكون محكوم عليك بعقوبة جناية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في حالة الوفاة، لكن في الحالة دي هيتصرف أجر كامل لمدة 2 شهر علشان نفقات الجنازة، واللي هيستلمهم للأرامل أو واصي الأولاد أو لأي حد هيتحمل النفقات. دلوقتي بقولولي رأيكم في قانون التأمينات الاجتماعية، شاركوني برأيكم في التعليقات.